أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك المظلومين، لعن الله الظالمين لكم سادتي من الأولين والآخرين، يا رحمة الله الواسعة ويا يا باب نجاة الأمة، غريب يا مظلوم كربلاء، عليك وعلى أختك الحوراء زينب، وعلى أمك الطاهرة فاطمة، ما خاب من تمسك بكم وأمنا يا من لجأ إليكم، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. فمن المعزي أسرة هزت على قب المهاد جنينها، قلعت أعاديها أراكة مجدها، ورمت بأسهام الذبول غصونها يا فلتشحذ البيض الرقاق بوارقا، يا مولانا يا صاحب الأمر فلتشحذ البيض الرقاق صوارما ولتمتطي قب المهار متونها في غارة شعواء، لو شاء الطوت طي السجل سهولها وحزونها يا لترى حرائرها لفرط ظماطها، في السبي تستسقي الدموع عيونها وترى مخدرة البتولة زينب، والقوم تصفق بالأكف جبينها حرم لهاشم، ما هتفن بهاشم إلا وسودت الصياد متونها
حولها أيتام آل محمد يتفيئون شمالها ويمينها. لا تبزغي لا تبزغي يا شمس من أفق حيا من زينب، فلقد أطلتي أنينها وتقشعي يا سحب من خجل، ولا تسقي الزمان تسقي الظمات مدى الزمان معي. ذوبي فإنك قد أذبت فؤاد من كان تظللها كانت تظللها الأسود عرينها. تقل أخويا وناضل لجاهد من بعد عينك أخويا وناضل ولصيرا سور لعيالك أخويا وناضل يا وزفة موت يا ابن أمي وناضل. غريبة ميسرة ما بين أمية، إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مسيرة الإنسان في الحياة الدنيا بطبيعتها تمشي باتجاه معين يسلط الضوء القرآن الكريم عليه ويقسم بالعصر. بعيدا عن معنى العصر الذي أقسم فيه الله سبحانه وتعالى، إلا أنه يمكن أن نجد جامعا لكل التفاسير أنه هو من كل شيء ما قرب من خواتمه. عصر الدنيا، عصر المجتمع، ويمكن أن يطلق هذا اللفظ على زمن معين فيه نهضة، فيه رسالة، فيه شيء، نقول عصر النبي، عصر الإسلام، عصر الكذا، يمكن الإطلاق بعيدا عن معنى العصر الذي أقسم به. وإن كان الله سبحانه وتعالى عندما يقسم بشيء عادة يريد أن ينبه على عظمة هذا الشيء، كما يقسم بالشمس والقمر، كما يقسم بالبلد، كما يقسم بوالد وما ولد، يكون يريد أن ينبه على عظمة المقسوم به، لأنه مهم، ولولا أنه مهم لما قسم الله سبحانه وتعالى بهذا الشيء. لا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. دائما ما يقسم به الله يريد أن يدلل على عظمته. بعيدا عن هذا المعنى يقول إن الإنسان لفي خسر. يقول أرباب اللغة أن الألف واللام الاستغراقية التي تدخل على أسماء الأجناس دائما تفيد الاستغراق، يعني تفيد أن المعنى منطبق على كامل الأفراد الذين ينضمون تحت هذا الاسم. فلما يقول إن الإنسان لفي خسر يعني لا يخرج أحد من تحت هذه القاعدة.
كل من توسم أو اتسم بالإنسانية هو داخل في المعادلة. إن الإنسان لفي خسر، يعني لا يوجد إنسان على وجه البسيطة إلا وهو يمر في حالة من الخسارة. لكن هل هذه الحالة دائمة ومطلقة لا يمكن تعويضها ولا يمكن أن نجد طريقا لعدم الوقوع في الخسران؟ نعم، القرآن سلط الضوء على البدائل التي يمكن أن يتمسك بها الإنسان لينقذ نفسه ويخرج من تحت هذه القاعدة العامة. قال القرآن مستثنيا إلا أداة استثناء، وهذه الأداة الاستثناء جاء بعدها ما يفيد من يلتزم بهذه القواعد أن يستثنى من القاعدة الأم الأساسية. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الإيمان أمر يعقد عليه القلب، وله مراتب طبعا، يعقد عليه القلب، وأوله إقرار باللسان، أوله إيمان بالجنان، يعني اعتقاد في القلب، ثم إقرار باللسان، ثم عمل بالأركان. فالإنسان يجب أن يعقد قلبه، ولذا سميت العقيدة بالعقيدة، لأنها ينعقد عليها القلب بحيث لا يمكن أن تتزلزل بعد ذلك، مثل العقدة التي تكون في الحبل يصعب فكها، وسميت عقدة لأن كل شيء يصل إليها ويقف، لا يمكن أن يتخطاها على الإطلاق. لذا أنت إذا تمرر خاتم مثلا محبس في الحبل، إذا وصل المحبس إلى العقدة لا يمكن أن يتخطى هذه العقدة. فعرفت بالتعبير باللغة عن المتانة، فلما يقول العقيدة بالقلب يعني ما عقد عليه القلب وما اعتقد به القلب. لذا الإمام الصادق عليه السلام يقول إن قلب المؤمن أشد من زبر الحديد. سألوه لماذا؟ قال لأن زبر الحديد إذا أدخلت إلى النار درجات حرارة معينة تلين وتصبح كالعجين، بينما المؤمن لو حرق بالنار لا يمكن أن يتغير موقفه، لا يمكن أن يتغير موقفه، ولا يمكن أن يلين أبدا. وهذا ما سمعنا عنه داخل أصحاب الحسين في كربلاء، لما قال الحسين: أصحابي إن القوم يطلبونني، وإذا ظفروا بي ذهلوا أو ذهلوا عنكم، فليأخذ كل واحد منكم بيد واحد من أهل بيتي، واتخذوا، وإن هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، وفروا وخلصوا أنفسكم، وأنتم في حل مني ومن بيعتي. واحدهم خطب قال: أبا عبد الله، أنا لو قطعت ثم حرقت ثم ذريت في الهواء ثم عدت إلى الحياة وصنع بي هكذا 70,000 مرة ما تركتك، يعني أنا مو أحترق مرة وأذر في الهواء، وقبل أن أحرق أقطع، يعني أقطع أبضع أحرق أذر في الهواء ثم أعود إلى الحياة 70,000 مرة. وهذا كلام من واحد من أصحاب الحسين، يعني لا شعر ولا سجع ولا رثاء ولا كلام آخر ولا نثر ولا كلام آخر، إنما هو عين الحقيقة. وقد ابتلاهم الحسين، اختبرهم، ابتلى نياتهم، فلم يجد فيهم إلا الأشوس الأقوى الذي يستأنس بالموت دون الحسين استئناس الطفل إلى محالب أمه. ولذا صرح الحسين: والله لا أعلم أصحابا أوفى من أصحابي، ما عندي، ما أعلم بعلم الحسين الجامع لكل علوم الأولين والآخرين، لا أعلم أصحابا أوفى من أصحابي. لهذه الميزات الإمام الصادق يقول: هكذا قلب المؤمن، حتى لو حرق وحتى لو قتل وحتى لو صنع به ما صنع لا يتغير موقفه ولا يتزلزل موقفه أبدا. وهؤلاء المسلمون الأوائل مع رسول الله، أنت تدري كم عذبوا؟ تدري كم عذبتهم قريش؟ وضعتهم في الصحراء على الرمال الحارقة، ووضعت صخورا كبيرة على صدورهم، وكان يمر النبي من جنبهم لا يستطيع أن يصنع لهم شيء بعد ما مأمور، لا بحمل السيف ولا بالقيام، هذا في حقبة مكة، ما يستطيع أن يصنع لهم شيء، كان يمر من أمامهم ويقول: صبرا آل ياسر، إن موعدكم الجنة.
انتوا اصبروا وموعدكم الجنة. وأول شهداء ترى بالإسلام ياسر وسمية، أم عمار وأبو عمار، يعني أم عمار ابن ياسر وأبو عمار ابن ياسر، أوائل شهداء الإسلام هؤلاء الذين صبروا في سبيل هذه العقيدة التي انعقدت عليها قلوبهم. فإذا هذا الإيمان حتى ينجو الإنسان من الخسران العام الذي شملت به الآية الكريمة كل أفراد المجتمع، حتى ينجو من هذه القاعدة لابد أن يسلك هذا الطريق. طبعا لا يوجد طريق آخر لتأمين الإنسان نفسه أو نفسه من الخسران إلا هذا الطريق، إلا الذين آمنوا. أربع قضايا: آمنوا وعملوا الصالحات. أيضا الإيمان يقتضي ماذا؟ عملا صالحا. الإيمان يقتضي أن الإنسان يكون لمن يحب، إن المحب لمن يحب مطيع. فهذه قاعدة. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالعمل الصالح، أمرنا بالصلاة، أمرنا بالصيام، أمرنا بالحجاب، أمرنا بالستر، أمرنا بالأمانة، أمرنا بالصدق، أمرنا بتأدية الحقوق إلى أصحابها، أمرنا بأن نكون عاملين وفاعلين في مجتمعاتنا، أمرنا أن نسعى في قضاء حوائج الناس. وبالأمس قلتها لكم روايات وروايات، جبنا روايات عن قضاء حوائج الناس، هذا كان فيما يخص السلطان، لكن أكثر من ذلك من نعم الله عليك حاجة الناس إليك، من نعم الله عليك حاجة الناس إليك، وأن تكون في طريق قضاء حوائج الناس فإنه من أرقى العبادات، من أرقى العبادات. الله يقول لأطعم فقير أسجلها له أنه أطعمني. طبعا الله لا يأكل لكن يسجلها، من أطعم فقيرا كان كمن أطعم الله، من زار مريضا كان كمن زار الله في عرشه. شوف هذه المعاني الكبرى اللي جعلها الله سبحانه وتعالى في طريق العمل الصالح. وأنتم أيها الأحبة الذين تحتشدون دائما للحسين وفي سبيل الحسين وفي حب الحسين، هذه الحرارة التي تدفعكم للحضور، يعني هسه كل واحد منكم يستطيع أن يكون في داره ويمكن أن يحضر مجلس عزاء على شاشة التلفزيون في بيته، لكن حضوركم في المجالس هو تكثير سواد لأجل الحسين. وهي تشوفها الزهراء، حضر في مجلس ولدي. صح ببيتك تستطيع أن تحضر مجالسنا ومجالس الحسين في كل العالم، نقل مباشر من العراق، من كربلاء، من الجنوب، من لبنان، من بيروت، من سوريا، من إيران، من أي مكان في العالم موجود حتى في تليفونك على شاشات التليفون، على أي موقع من مواقع التواصل يمكن أن تشاهد، لكن غير لما تحضر في مجلس الحسين، لأن الذي حركك محرك تكويني. يقول النبي إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لن تبرد أبدا. هاي الحرارة اللي حركتك. واحد إجا للإمام الصادق، اليوم شفت رواية ما أدري، إجا واحد للإمام الصادق سلام الله عليه قال له جعلت فداك يا ابن رسول الله، إن الميت يجلسون له بعد موته أو قتله، وأنتم تجلسون قبل يوم العاشر في أول الشهر إذا هل هلال المحرم تندبون وتنوحون على الحسين. عادة الناس بعد ما يموت عندهم واحد يجلسون للعزاء والنياحة، لا، أنتم في أول الشهر تجلسون للنياحة. ليش؟ قبل كل غير كل القاعدة المشهورة في المجتمع. الإمام الصادق عليه السلام قال نعم يا هذا، إنه إذا هل هلال محرم في أول الشهر نشرت الملائكة ثوب الحسين المخرق، المخرق بالسيوف والملطخ بالدماء. هاي الرواية هكذا ينقلها، يقول مخرق من ضرب السيوف وملطخ بالدماء، فنراه نحن وشيعتنا بالبصيرة لا بالبصر فتنفجر دموعنا. يعني أنت أحياناً ما تشوف أنه وين القميص منشور. الإمام الصادق يقول فنراه نحن وشيعتنا بالبصيرة لا بالبصر، إحنا نشوف قميص الحسين المنشور الملطخ بالدم المخرق بالسيوف، نراه في بصيرتنا. لذا أول أيام محرم روحك تتغير، روحك يغلب عليها الحزن والأسى، وتجد نفسك أنك على استعداد لتقدم كل شيء في سبيل الحسين. واليوم الحمد لله، الشكر لله،
أننا نرى حالة إحياء عاشوراء وإحياء مجالس العزاء، وهذه خصوصاً المواكب والمضائف على جوانب الطرقات، سبحان الله، عام بعد عام تزيد، عام بعد عام تتكاثر. في كل سنة نجد مجموعة من الشباب قد اتخذوا قرارهم وجمعوا من جيوبهم ونصبوا موكباً للحسين، فيه من أنواع الضيافة وأجود الطعام مما يليق بسيد الشهداء، وإعلان هذه المظاهر التي تليق بعمل الشيعة على حب سيد الشهداء. هذا يحمد الله عليه سبحانه وتعالى، لأنه من بركات هذه المجالس التي ربت على مدار سنوات وأعوام وعقود، كان لها الأثر في تأسيس جيل حسيني مجتهد يعطي من قلبه في سبيل الحسين عليه السلام. هذا معنى أنه إذا نشرت الملائكة قميص الحسين أو ثوب الحسين المخرق بالسيوف والملطخ بالدماء. طبعا حتى ما واحد يقول لي أنك الآن على المنبر والله تقول شعر، أقول لك رواية عن الإمام الصادق. يعترضون عليه لماذا نجلس من أول محرم للعزاء والحال أن الحسين قتل يوم العاشر من المحرم، والعادة أن الميت ينصب له العزاء بعد موته أو قتله. فقال الإمام: نعم يا هذا، ولكن بالنسبة للحسين له خصوصية مغايرة لكل ما تراه حولك. خصوصية الحسين أنه إذا هل هلال المحرم نشرت الملائكة ثوب الحسين المخرق والممزق بالسيوف والملطخ بالدماء، فنراه نحن وشيعتنا بالبصيرة لا بالبصر، فتنفجر دموعنا. والدموع هي أثر، أثر لماذا؟ أثر لحرارة تنبعث في القلب، يعني أنت قلبك وروحك أحسن. هنيئا لكم، بارك الله بكم، أحسنتم، جزاكم الله خير الجزاء. أعرف حرارة قلوبكم، إي والله أعرف حرارة قلوبكم وحبكم لسيد الشهداء أبي عبد الله. فهذه القاعدة التي ينطلق الإنسان من خلالها. السيدة زينب سلام الله عليها تصور اليوم في مدينة صور، ساحة القسم، ساحة الإمام الصدر أعاده الله وأخويه سالمين في صور. طرحت موضوع بشكل آخر، لكن مريت على خطبة أو كلمة زينب يوم الحادي عشر. أحب أن تسمعوا هذه الكلمات. لما كانوا أرادوا أن يخرجوا زينب يوم الحادي عشر من كربلاء، والإمام زين العابدين مربطين على الناقة، وزينب مركبينها على ناقة هزيلة، لا محمل لا هودج لا يوجد شيء، والحسين متروك على الأرض. ولماذا أخر عمر بن سعد إخراج النساء من كربلاء لليوم الحادي عشر؟ هو كان قادر يطلع النسوان والأسرى يوم العاشر، لأن المعركة انتهت بعد الظهر، فيفترض أنه بعد الظهر على النياق يمشي من كربلاء يطب للكوفة، يعني يحتاج إلى أقل من وسط الليل يصل. ليش أخر اليوم الحادي عشر؟ فقط ليدفن أجساد أصحابه في كربلاء. ترى أجساد أعداء الحسين مدفونين أيضا بكربلاء، لكن دفن أجساد أصحابه وترك الحسين وأصحابه. فالإمام زين العابدين على الناقة ماخذينهم أسرى ومروا بهم على القتلى وعلى الشهداء والأجساد، متروكين. الحسين جسده بلا راس، مسلوب الثياب، بعض الثياب التي لبسها الحسين يوم العاشر التي لا يطمع بها أحد، مثل شيء ممزق، ثياب ممزقة حتى تستر الحسين، لأن حاشا أن يكشف أي شيء من الحسين، لكن عريان، يعني عريان من ثيابه العسكرية والدروع والتي سلبوا الحسين عليه السلام بها. فلما خرجوا الإمام زين العابدين سلام الله عليه ينظر إلى حال أبيه الحسين، ينظر أن الحسين حجة الله في الأرض متروك لم يدفن، وإحنا طالعين هكذا كان، والإمام يصرح بيها. سلام عليكم شيخنا. والإمام زين العابدين صرح بها، قال: لا أنسى، كلما أنسى لا أنسى تلك الساعة التي خرجنا من كربلاء وأبي الحسين مكبوب على وجهه. هاي كلمة الإمام
زين العابدين. فزينب تبينت في وجه الإمام زين العابدين، تبينت هذا الذي يجري مع الإمام، كادت أن تخرج روحه من بدنه. فالتفتت إليه وقالت: ما لي أراك. اسمعوا كلام زينب حتى تعرف أهل البيت مشروعهم مدروس إلى يوم القيامة، حتى الذي نحن فيه اليوم هو ضمن مشروع أهل البيت، وأهل البيت رأوا ما يجري اليوم في الساحة، حتى تجمعاتكم هذه أهل البيت رأوها في مشروعهم وأدركوها، بل وأخبروا بها، وما يجري اليوم في كربلاء من عظم الزيارة ومن احتشاد الملايين في زيارة الحسين، كل هذا كان موجود بعين زينب التي قال لها الإمام زين العابدين: أنت عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة. فقالت له: ما لي أراك تجود بنفسك يا بقية جدي وأبي وإخوتي؟ ليش أراك تجود بنفسك؟ والله ووالله فوالله إن هذا لعهد من الله لجدك وأبيك. اسمع، قل: هذا الذي تراه عهد من الله لجدك وأبيك، وقد أخذ الله ميثاق أناس. اسمع جيدا، زينب يوم الحادي عشر تتكلم غيبيات للإمام زين العابدين، تنبيه بما سيجري في قادم الأيام، تقول له: فوالله إن هذا لعهد من جدك، من الله لجدك وأبيك، وإن الله أخذ ميثاق أناس لا تعرفهم فراعنة الأرض، معروفون عند أهل السماوات، يجمعون هذه الأوصال المقطعة الأوصال أو الأجساد المقطعة والمضرجة، فيوارونها وينصبون بهذا الطف علما لقبر أبيك الحسين، لا تدرس معالمه ولا تمحى آثاره على كرور الليالي والأيام، ولتشتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلال على محوه وتطميسه، فلم يزدد أمره إلا علوا وظهورا. يا والله أحسن. شايف الليلة النفس مو نفسكم، وين لبيك يا حسين؟ هاي هي. بارك الله بكم. أحسنت. اسمعني، أحسنت أحسنت حبيبي. اليوم في أول محرم كالعادة، اليوم المرجعية بالنجف، بعض أصوات المرجعية يعني المعروفين الموثوقين اليوم عندهم تصاريح بالعراق، وتصاريح مهمة. واحدة من كلمات هؤلاء الفضلاء الأجلاء الذين يمثلون المرجعية بالنجف اليوم له تعليق، يقول: أول أيام عاشوراء عادة تتحرك الشياطين، الأبالسة يتحركون. ليش؟ لأن الأبالسة وين شغلهم؟ في المجتمعات المؤمنة، يجون إلى المجتمعات المؤمنة يحبطون عزائم الشباب والالتفاف حول هذه المجالس العبادية التي تأخذ الشباب والبنات إلى طاعة الله وعبادة الله. فتبدأ الأبالسة بالعمل. طبعا الأبالسة ما تستطيع أن تعمل بشكل واضح وباطل علني، لابد أن تدخل من أبواب فيها شبهات. فلذا اليوم الوصايا أن نتنبه من الشبهات في مسيرتنا الحسينية، نكون متنبهين من الشبهات. أحيانا واحد مثلا بعنوان الفقراء والفقر والفقراء يقول لك: والله ما يصير انك انت تجي تدفع اموال وتقيم مجالس عزاء، اطعم الفقراء. هاي الكلمات كلمات مدروسة ملعوب عليها، وإلا هو هذا نفسه طول السنة نايم، ولما يصرحون على الإعلام أو في مكان آخر هو جالس في أرقى المناطق ويأكل أجمل الطعام، وناس الفقراء أصلاً، ويجي بس يبدأ موسم العزاء ينطلق. فلننتبه لشياطين الجن وشياطين الإنس في مثل هذه الأيام. تعرفون الإمام الصادق ماذا يقول عنكم؟ الإمام الصادق
يقول الإمام الصادق: الحمد لله الذي جعل لنا شيعة. طبعا شنو مناسبتها؟ إجوا للإمام الصادق للمدينة، قالوا له أيام العزاء بكربلاء، يعني أيام تمر الأربعينية بكربلاء، هذا كان بزمن بني العباس وبزمن بني أمية، يقولوا له ينشط الشيعة بالزيارة، يقرون شعر لطوم قصائد رثاء، يقصون قصة الحسين، يبكون يزورون الحسين. اقرأوا روايات الإمام الصادق، قال: الحمد لله الذي جعل لنا شيعة يزورون جد الحسين بين قاص، هو الإمام، الرواية موجودة، بين قاص وراث ومنشد وباكي على سيد الشهداء أبي عبد الله. ويقول الإمام: أنهم يعيرونكم بزيارة الحسين وبالبكاء على الحسين كما تعين، وما تعير ولا أريد أن أطلقها على المنبر، كما تعير الفاعلة بفعلها. يقول: لكن نحن نقول الحمد لله على وجودكم، أنتم يفخر بكم أئمتكم يفخرون، لكن الإمام يدعو لكم، يقول: اللهم ارحم تلك الوجوه التي غيرتها الشمس. إس الحمد لله إحنا بس الطقس حار، ما عندنا شمس بالليل، بعض المجالس نكون فيها والناس يجلسون تحت عين الشمس حتى تلفح الشمس وجوههم وخدودهم. أنا أقول لهم: أنتم مرحومين، لأن الإمام دعا لكم: اللهم ارحم تلك الوجوه التي غيرتها الشمس في سبيل حب أبي عبد الله. فحرارتكم وحرارة قلوبكم شايفتها زينب، تقول لي: يا ابن أخي، سينصب لقبر أبيك الحسين في هذا الطف علماً، وكل مجلس هو علم للحسين، وكل موكب هو علم للحسين، وكل مضافة هي علم للحسين، لأن هاي باسم الحسين، لأنها أحسن، لأنها باسم الحسين، لأنها باسم الحسين، لا بأي اسم آخر. إحنا حتى الأحزاب، هسه الأحزاب بالعراق عندك أكثر من 100 من الأحزاب، لكن يوم عاشوراء تشوف كل الأحزاب ماشية باتجاه واحد، راية يا حسين كل الأحزاب. هاي إحنا بلبنان هاي حركة أمل ومجالسها وحزب الله ومجالسه، كل المجالس تسير باتجاه واحد، راية واحدة للحسين، والكل ينادي حسين، ماكو أحد يعمل لغير الحسين. هاي الأحزاب هي عبارة عن أحزاب وطنية إلها شغل في المطالبة بالحقوق بالوطن ورسم السياسة الوطنية، ومثل ما عنا عند الشيعة الحمد لله المقاومة التي ذكرها سماحة الشيخ علي الخطيب قبل لحظات، أنه هذه المقاومة التي كانت دفاعاً عن الجنوب ودفاعاً عن الحق، وهذه المقاومة التي أعطت وأعلنت ما زالت اليوم تقول، إلى اليوم تقول كما قال الإمام الصدر: أنهم اتخذوا من موقف الحسين سلوكا لهم فكانوا أبطالا وكانوا أقوياء. ومن أول يوم الشهداء الذين ابتدأوا بالتدريب كتبوا بدمائهم: كونوا مؤمنين حسينيين. وشهداؤنا الذين سقطوا الآن أيضا خطوا الحسين اسما لهم وعلما لهم في مسيرتهم، وهؤلاء كلهم ينادون للحسين. فزينب كانت ترى على بعد المسافة وكرور الليالي والأيام أن شيعة أهل البيت عليهم السلام في قادم الأيام سيكونون صوتاً للحسين، لذا وقفت بوجه يزيد وقالت كلمتها التي تثق بها زينب: يا يزيد، كد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحون ذكرنا. وين الحسين؟ وين يزيد؟ وين؟ إيه لا تمحون ذكرنا ولا تميت وحينا. إي والله، ولا تدرك أمدنا. هاي أصعب كلمة سمعها يزيد: ولا تدرك أمدنا. تعرفون الأمد؟ الأمد الشيء البعيد، يستعمل للزمن، يستعمل للمكان، الشيء البعيد. تقول له: ولا تدرك أمدنا، انت حدودك يا يزيد سنة 63-64 للهجرة، وحدود كل دولتك ما تتعدى سنة 90 للهجرة، وانت تنتهي انت ودولتك
تصبح على مزبلة التاريخ يبكي عليكم أحمد شوقي في قصيدته قم ناجي جلق وانشد رسم من بانوا. مضت على الدهر أزمان أحقاب وأزمان، مررت بالمسجد المحزون أسأله هل في المصلى أم المحراب مروان. فرد عليه أحد الشعراء من العراق أي قل لا إني أسفت إذ استفهمت، لا عجبا إذ كيف يوجد في المحراب شيطان. اليوم الشام لي كانت وردة زهوة بني أمية أصبحت وردة العقيلة الهاشمية. دمشق التي كانت معقلا لدولة ذبحت الحسين زرع الحسين فيها ابنته رقية لها من العمر 3 سنوات فكانت سيدة دمشق. رقية يخاطبها السيد مصطفى جمال الدين يخاطب دمشق: هيا استفيقي يا دمشق وأيقظي فردا على وضر القمامة يرقد وأريه كيف تربعت في عرشه تلك الدماء يضوع فيها المشهد. من راح يعدل ميل بدر أمسه فلت صوارمه أو فلت صوارمه ومال به الغد ستظل هند في جحيم ذحولها تجتر أكباد الهدى وتعربده ويظل مجدك يا رقية خالدا في العالمين على المدى يتجدد. اللهم صل على فهذا وعد زينب أن في كل مكان تنصب راية للحسين الحسين أقوى من الجميع. وكم دولة شايفين النظام البائد بالعراق منع مجالس العزاء، احنا كنا نروح وبعض علمائنا الحاضرين كانوا مسجونين في سجون ذلك النظام وبعض إخواننا يعرفون ما الذي جرى والحصار على التشيع منع أن تقف على باب الحسين وتصيح يا حسين تؤخذ إلى السجن وتعدم. هذا مو من زمان أحبتي، مو 2000 سنة 2000 كان 2001 كان 2002 كان 2003 طار النظام، يعني سنوات 90 وما قبل كلها كانت ممنوع. سنة 2000 بعضكم يعني مولود قبل 2000 أكثركم، سنة 2000 كان إذا تقف على باب الحسين وتقول يا حسين تؤخذ إلى فرع من أفرع المخابرات والسجن الله يعلم، الرايح مفقود والراجع مولود. راح النظام، وين اليوم أصلاً؟ أنتم لا تعرفون النظام، راح انتهى، راح إلى مزبلة التاريخ. بقي الحسين، بقيت المواكب وزادت المواكب. حتى قبل سقوط النظام وقبل أن يأتي ذلك النظام ما كانت هكذا العراق. اليوم في تطور. مو زينب قالت: كلما احتشدت أئمة الكفر وأشياع الضلال على محوه وتطميسه لم يزدد أمره إلا علوا وظهورا. فأحسن أحسن ما شاء الله، اليوم قلوبكم عامرة ما شاء الله، بارك الله بكم بارك الله بكم. فاليوم أحسنت، اللهم صلي على محمد وآل محمد. اليوم هاي المجالس هي نتيجة، هاي المضايف هي نتيجة. لا تردوا على أي كلمة تحاول أن تثنيكم عن قضية الحسين. اطعموا الناس، وزعوا للناس، البسوا السواد، انشروا الرايات، أقيموا المجالس، احضروا في مجالس الحسين. والله هذه المجالس هي الضمانة الأكيدة لبقاء هذا الإسلام العظيم. رقية بنت الحسين زرعتها زينب في الخربة، طبعا هي ماتت بأبي وأمي قهرا وقتلها الأمويون فدفنتها في الخربة. ما دارت الأيام إلا ورقية سلام الله عليها عنفوان الشام، عنفوان دمشق، عنفوان العاصمة. وبعدين هاي وصية الحسين، أطلت عليكم، هاي وصية الحسين لما يوم العاشر إجا للخيمة سمعه الإمام زين العابدين في الساحة ينادي: ألا من ناصر ينصرنا أما من ذاب يذب عنا. طبعا الحسين لما ينادي يريد نصير فقط لأنه إمام معصوم يريد أن يستيقظ من الظلمات إلى النور ولو واحد، لأنه يا علي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما أشرقت عليه الشمس. فالحسين يلقي الحجة: ألا من ناصر
لدين الله، فإذا إجا واحد هذا تحول من جهنم إلى الجنة، وهذا أمر كبير. فسأله الإمام زين العابدين قال: أبا أراك تنادي ألا من ناصر؟ أين عمي العباس أو عمي العباس؟ قال: ولدي لقد قتل. أين أخي علي الأكبر؟ قال: ولدي لقد قتل. أين أبناء عم الحسن؟ قال: قتلوا. أين أولاد عمنا أبناء عقيل؟ قال: ولدي لقد قتلوا. وكلما سأله فقطع الحسين الطريق على ولده لأنه مريض لا يتحمل أخبار القتل. قال له: بني علي، لا يوجد في مخيمنا من الرجال سوى أنا وأنت. فانكب الإمام على جسد أبيه، وصاحب ذاك اليوم يوم العاشر، والحسين قد أصبح وحيدا وغريباه وسيداه. ثم التفت له قال: أبا يعني عندك وصية؟ ها هاي الوصية الآن، أنت عندك وصية من الحسين يا موالي يا شيعي يا محب يا من قال النبي سيخلق الله للحسين شيعة يقيمون عليه العزاء؟ إجا ماذا قال؟ قال له هكذا، قال: أبا هل من وصية؟ قال: نعم يا نور عيني. ما هي الوصية؟ الآن نروي لك وصية الحسين. إذن هاي القاعدة حتى تنجو، أأمن شيء بعد الإيمان العمل الصالح هو الحسين ومجالس الحسين، يعني بعد ما تنفذ أعمالك الصالحة لعل من أعظم الشعائر هي شعائر الحسين، وبعد ذلك تتواصى بالصبر، تتواصى بالحق وتتواصى بالصبر. الحق بالتفسير ولاية علي بن أبي طالب، والصبر الصبر على الأذى في ولاية علي بن أبي طالب كما يحدث معنا في هذه الأيام من حرب دروس علينا. فإذا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اسمع وصية الحسين يا مؤمن يا موالي يا ربحان، الله أخرجك بهذه البركة من قاعدة والعصر إن الإنسان لفي خسر. ما هي الوصية؟ يقول لولدي علي: إذا رجعت إلى المدينة فأبلغ شيعتي عني السلام. أول شيء قلهم الحسين يسلم عليكم. بعد الوصية الثانية: وقل لهم بأن أبي الحسين قتل عطشانا فاندبوه، وذبح غريبا فاذكروه. شوف قلوبكم تحركت، هاي الحرارة اللي كانت قبل لحظات حماسية الآن أشوفها بدأت تغتلي في عيونكم ووجوهكم. قال: ولدي إذا رجعت إلى المدينة فأبلغ شيعتي عن السلام، وقل لهم بأن أبي الحسين قتل عطشانا فاندبوه، وذبح غريبا فاذكروه. ينقلون بلسان الحسين: شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني، أو سمعتم بقتيل أو شهيد فاندبوني. سامعين ماذا يقول؟ إذا سمعتم بشهيد اليوم، كل يوم نسمع بشهدائنا، كل يوم اغتيالات، كل يوم شهداء في هذا الوطن من شيعة أهل البيت. الحسين يقولكم: ما صاير عنكم شهداء؟ إذا سمعتم بشهيد اذكروني، فأنا الظالم الذي من غير ذنب قتلوني، وبجرد الخيل بعد القتل ظلما سحقوني. يلا هاي وصية الحسين، يقلكم شيعتين: اصبوا المياتم والعزاء لمصيبتي. أنا أتمنى الليلة مثل ما سمعت منكم لبيك يا حسين، اسمع منك ون ون وقراءة مع القصائد لي أقراها الليلة، حتى يكون مجلس الليلة غير كل الليالي. نصبوا المشيعتي نصبوا المياتم والعزا لمصيبتي. أي واذكروا تعفير خدي بالتراب وذبحتي، ولو شربت الماء اذكرون العطش فت مهجتي. أنا واقصدون الكربلاء والكل يسكب عبرته، والله لو تشوفوني يا شيء على الثرى طايح جريء
ريح خدمت وزد الترا آيب ولد ما من تسيح أنا كم عضيد وكم ولاد لي قضى قبل ذبيح هذا يبقى على الشريعة أو هذا أحمل جثته والله شيعتي واللي كسر ظهري ونحل من القوى أنا وحدتي ومن طاح يم المشرع الشيء للواء أيوة عباس هكذا أخرجوا زينب من كربلاء ومعها يتامى الحسين هي وطالعة زينب شو تقول للحسين تقول لبناتك بناتك بناتك يا خويا مرمرني عطاشة ويردنا الماي مني والله هذه تقول عمه وين عمي هي هي وهذه تقول فارقني ابن امي هكذا اخرجوا زينب ومعها اليتامى وكان الشمر والعدو والاعداء يريحون بنات رسول الله في منازل بعيدة عن بعضها يوم لحظة يوم من الأيام نزلوهم في منزل ولما انتهوا أرادوا المسير وكان رأس الحسين على رمح طويل وقد وضعوا وغرسوا ذلك الرمح في التراب فلما أرادوا المسير وجاءوا إلى الرمح الذي عليه رأس الحسين أرادوا أن ينتزعوه من مكانه ما تمكنوا فقالوا إن في القضية سرا وجاءوا إلى الإمام زين العابدين وقالوا يا ابن رسول الله إن الرمح الذي عليه رأس أبيك عالق في الأرض فقال مهلا إذن توجه إلى عمته زينب وقال عمتي زينب تفقد اليتامى والصغار لما تفقدت زينب نادت يا ابن أخي إن أختك رقية ما موجودة فقال الإمام زين العابدين ابحثوا عن رقية فصاروا يبحثون ما وجدوها جاءوا إلى زين العابدين قالوا ما وجدناها قال انظروا إلى عيني رأس الحسين وابحثوا في ذلك الاتجاه لما ذهبوا وجدوا رقية نائمة تحت شجرة أيقظوها بكعب الرمح أين المنادي يا رقية وإذا بعمتها زينب أقبلت واحتضنتها ورقية تبكي وتقول عمتي ما الذي جرى لماذا يضربني هؤلاء الله أكبر هكذا زينب إلى أن أخذهم يزيد إلى الشام ووضعهم في تلك الخربة أرضها من تراب لا سقف لها زينب صنعت وسائد للأطفال من تلات التراب ونيمت الأطفال عليها وجلست تحرس الخيام وهي تخاطب الحسين تقل أخويا أنا بعيني لباري لك عيالك يا أبا عبد الله أخويا أنا بعيني أنا بعيني لباري لك عيالك وبروحي لسكت لك أطفالك يا حسيني الموت اللي يرضى بدالك ترانا نروح كل احنا فدايا هكذا زينب إلى وسط الليل سمعت أنينا في الخربة قامت بأبي وأمي تبحث عن مصدر الصوت وجدت في زاوية الخربة طفلة يتيمة جالسة تبكي تنادي أبا 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 أين أنت يا نور عيني
أخذتها زينب احتضنتها، من هذه؟ قالت عما أنا رقية، لأن الخريبة مظلمة، عما أنا رقية والساعة كان عندي أبي الحسين. الآن أبويا ما موجود يا جماعة، الله أكبر يا عم أين أبي الحسين؟ الله أكبر. عند ذلك زينب حاولت أن تسكتها، أن تنيمها، ما نامت ما هدأت، وإذا بالأطفال في الخربة استيقظوا لبكائها وصوتها. الله أكبر، هاي الطفلة عيونها حمر من كثرة البكاء، طوال الليل تصيح بويا بويا، تسولف مع أبيها. وزينب تقول لها بنية إن أباك في سفر، وتقصد سفر الآخرة. اليوم أحد الأحبة الأستاذ حسن خنافر العاملي باعت لي قصيدة، رقية ماذا تنادي؟ شلون تتكلم مع عمتها؟ الله أكبر، تقول له رقية تصيح والياي عافوني. اتصور لحن مو غريب عنكم هاي الليلة، رقية تصيح والياي عافوني، ابويا حسين شاوين دلوني. رقية تصيح، رقية تصيح والياي عافوني، أبويا حسين أريدك تبكي تبكي مو طلتم، شاوين دلوني دليلي ذاب وأريد جواب. عم عم أريد جوابا، أين أبي؟ دليلي ذاب وأريد جواب، أبو يا حسين شاوين دلوني. يا عم ليش خلاني يا عم ليش خلاني. الله أكبر. يا رقية اسمع ماذا تقول لعمتها، يا عم ليش خلاني وحيدة ونار تشويني، إذا ما راد يرجع لي عساه الموت يلفيني. حبيبي شلون تاركني صغيرة وهاي يدريني؟ أويلي رقية نوح ما يرضى تصب دموع من عيني. الهجر شتال يا حيف ينسوني، الهجر شتال يا حيف ينسوني، عجيبة حال أحتار خلوني، على الغياب أريد جواب، على الغياب أريد جواب. صيح أبويا حسين، أبويا حسين شاوين دلوني، أبويا حسين شاوين دلوني. متون الصوت أدماها يا عم حيل ما بي، شكاية ضيم لشكيلة. يعني هكذا رقية تقول له أنا ما بي حيل والصوت أدماني يا عم؟ الله أكبر. اسمع، متون الصوت أدماها يا عم حيل ما بي، شكاية ضيم لشكيلة، لو أن ألقاها راعية أنا السلاب يسلبني، أنا السلاب يسلبني، وتشب النار رجلي بعد هدموم من إذني. يا عم الشلالية اش كثر ناديت عباس يا عيوني،
يا عم اقوم عدوان ضربوني اش كثر ناديت عباس يا عيوني يا عمي قوم عدوان ضربوني وقع الحجاب وريد جواب وقع الحجاب وريد جواب ابو يا حسين شاوين دلوني هكذا رقية ضجت الخربة بصوتها وصل الخبر الى بيت اللعين يزيد قال ما بالها قالوا طفلة للحسين تريد رؤية ابيها قال أتها برأس أبيها لعلها تتسلى به وضعوا رأس الحسين على طباق وغطوه بمنديل وأقبلوا به نحو الخربة لما رأتهم من بعيد ظنت أنهم جاءوا يسكتونها بالطعام قالت عمتي زينب أنا لا أريد طعاما يا ابنة علي أنا أريد والد الحسين لما علمت زينب قالت هذا ما تقصدين وضعوا الطبق بين يديها تعال يا أمهات يا أخوات يا إخوان يا شباب تعالوا نشوف ما الذي جرى هاي الطفلة نظرت إلى الطبق مغطى استعجبت ما العلاقة بين طلبها وبين الطبق هي طلبت أباها لماذا جاءوها بطبق مغطى قالت عمة ما لي ولهذا الطبق عمة قالت لها زينب حبيبتي مقصودك في هذا الطبق مدت يدها هاي اليد الناعمة الصغيرة مدتها وأخذت المنديل تريد تعرف ما الخبر وأخذت المنديل وإذا هو برأس المولى أبي عبد الله حسين يا حسين حسين يا حسين أريدها أريدها مع رقية حسين 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 هم رأس الحسين لكن الخريبة مظلمة رقية ما عرفت شافت رأس مقطوع التفتت إلى عمتها قالت عمتي زينب لمن هذا الرأس عم مالي ولهذا الرأس المقطوع عم لما رأت زينب ما تحملت لطمت رأسها ونادت حبيبتي رقية هذا رأس أبيك الحسين رقية ايش قالت للراس تقل له دوما من يمك وكالعادة جيتك وبيدي جبت لوسادة دوما من يمك وكالعادة جيتك وبيدي جبت لوسادة خليني بالحني يحس ضمني على صدرك مثل مس جيتك وبيدي جبت لوسادة تقل لأميس شو ما كملت لي قصتك هاي مو انت عندك قصة وتحكي لي يا أبويا كل يوم قبل النوم تقل له شو أميس ما كملت لي قصتك زين قلت كملها يا أبويا وقلت بعدين قصة عن طفلة لطمها جندي بالعين قلت كملها يا ابويا وقلت لي بعدين من جيتك عين جندي لامحة يشبه
يشبه الجندي ينشبه بالقصة مال البارحة. خوفني هالجندي الشرس ضمن على صدرك مثل مس، جيتك وبيدي جبت لوسادة. وبعد عندها سؤال تقول له صديق ما قلت لي يا ابويا، صديق ما قلت لك بعد عندي موضوع، من اجيتك عيني لاحت صبع مقطوع. صديق ما قلت لك يا ابويا عندي موضوع، من اجيتك عيني لاحت صبع مقطوع. ردت اشيله وشفت حرمه تهل الدموع، اخذتها وراحت وديها فوق الضلوع. هذا اصبع شوفته مألوفه، وهذه حرمه هيها معروفه. والله خلت انفاسي تنحبس ضمن على صدرك مثل مس، جيتك وبيدي جبت لوسادة. وهكذا رقية لما علمت أن هذا رأس الحسين انحنت عليه تقبله، تنادي أبا يا أبا أبا يا حسين، من الذي قطع وتيناك؟ أبتاه من الذي أيتمني على صغر سني؟ أبتاه من الذي خضب شيبك بدمك؟ عند ذلك آخر كلمة قالتها رقية، قالت أبتاه أنا ليتني وسدت الثرى ولم أرى شيبك مخضوبا بدمك. وإذا برقية سكتت وسقط الرأس من يدها. زينب أومأت إلى النساء أن اسكتنا وانصتنا، إن حبيبتي رقية نام. يلا خلوها نائمة، خلوها ترتاح، هذه نومة هنية لرقية. ما مضت إلا ساعة وإذا بالإمام زين العابدين قد أقبل، ونادى عمتي زينب ارحمي، وقال عمتي زينب ارفعي رقية عن راس والدي. قالت يا ابن أخي دعها نائمة، قال عما نحها. أقبلت زينب حركتها وإذا بها ميتة على رأس أبيها. أين المنادي وحسينا؟ لأن العزى اليوم عزى أبي عبد الله. ماتت ماتت على رأس أبيها زينب. الصحة والله تقل لي يا أخويا، ماتت يا غريب الراس، يا قطيع الراس يا حسين، من شافتك محزوز الوريدي. والله ماتت يا عزيز الروح يا حسين، من شافتك محزوز الوري دين. يلا نختم يا شباب كالعادة، اليوم طالبين مني عدة قصائد، لكن أقرأ لكم هاي القصيدة بلسان رقيها. عما أنسى شلون واصبر ليلي واني وياه بأشد حالي. عما أنسى، هاي كم سنة ما قرناها؟ 5-6 سنوات. عما أنسى شلون واصبر ليلي وانا وياه بأشد حالي. هسه شفته وقال جيش قلبي يا بنيتي عليش. آه 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 عما آه 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 عما شفته بس قواحج، شفت بس قوا حجا يا بساش فافو بشا
شفت بس قوة حجا يابس شفافه وبجا ليش هالدمعة على خدك يا رقية ليش هالدمعة على خدك يا رقية هذه كربلاء فحي ثراها واخلع النعل عند وادي طواها يا الله إلهي نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله إلهي نسألك وندعوك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها يا الله اللهم نسألك وندعوك الآية الشريفة لمولانا صاحب الزمان أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك اللهم نسألك وندعوك أن تحفظ إخواننا الحاضرين فردا فردا اشفي مرضانا كل من أوصاني بالدعاء لشفاء مريضه بورقة أو برسالة أو مشافهة أو تعلق قلبه بمجلسنا اللهم اقضي حوائج المحتاجين الإخوان والأخوات اللي ما عندهم ذرية اللهم من عليهم بذرية صالحة يا الله اللهم احفظ علماءنا الأجلاء سيما صاحبي السماح الحاضرين بيننا اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم فك أسرانا رد علينا سماحة الإمام المغيب القائد السيد موسى الصدر وأخويه سالمين معافين يا الله اللهم ارحم الشهداء كل الشهداء أموات الحاضرين والحاضرات والمؤمنين والمؤمنات ومن ماتوا على الإيمان عفوا مولانا صاحب السماحة نعتذر أصحاب السماحة جميعا اللهم احفظنا جميعا لما تحب وترضى اللهم احفظ مجالس الحسين وزوار الحسين وشيعة الحسين ارحم الشهداء كل الشهداء سيما شهداء المؤسسين لهذا المجلس شهداء